بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. هنا بخيراتن سرچابا ام ادفان ديوانا داترين نخاري دا مفايب جهينة كدو وبجهينة جلك دي ابتكو باري خدان دي ابو وان درساكن. ام الديوانا چاكا وبراستي ديوان دي وصاب روج بيتن وختيتو القل مروفيت باشتر يا خاري. اف ديوانا رجا قيامتنا بيتا خسارتي بل كي دي بيتا مفاداري. پیغمبر یا گوتی صلوات خو سر بن روجا قیامت هر نشنکه تو تی دانش بیا خاره او تو رنشند صلوات نبنو بلا بیتن تسبیح و حمد خدای نبیتن دل سر مربی بخسارتی زوریت جا گلکا گرنگه ام بر دوام تر نشنید خیره دابین و اوا بلا بیتن کاری مرویت خدان خیره دنیا دام ام دی چینه میواندار یکا دی یا گلک گلک خوش چینه الگل صحابک اف صحابه بخو اصل دا ام بجنهوا يبي كفتي بو ني تمام بو حتى ابيت افروكا اوانا قصيديك ات بيت خو دا هي ات لشي خو دا هي دا بيت زانين اوان مروا تشقدرو قيمتين. عبد الله بن مسعود صحابك بيروزو خدان ريزو خدان قدر بس برين جنا صحابه بو مروفك بو شفاني بازي بو او جي واكيد بيجن خزمت كاري خلكي بو اف مروفا بشت اسيت قرماتيا جحلين خودا وقتاكي ازل برباسي قوتي بحسي بيغمبري كراسا السلام و ابو بكر الصديق كر قوتي هاتن برمرا درباز بون قوت امن كاتا بازاكا بشير بيتن قوت مجي قوت انا ولا منينة يهي قوت مني قوت من هي بس هذه خلقية وهذه أمانة خلقية البردست من يعني من أو حق نينا أسرب شيري بدأ مهوان بازاكي بها شيري جيب دوشم پیغمبر چه دقيقة عصا السلام پیغمبر هاي الفيد جاريت مروبة توصى ببينتن هندك جرخ تدقوتي بيجي خداني بيجي بردزب بيجي كبدا مهو بيجي بردزب ويتكيف راكي دافري إنا قوتي فأين الله بقى خدي سبحانه وتعالى إن تورد پیغمبر صلى الله عليه وسلم كيفك جلك مازن بهات كاب ازا كيف بنا جاري بازك حش شيرتنا من شيرت بنينا خدام فايده جنا كان دست خوب جهان داينا خاري وبسم الله يكر وشير دي ساجي مشابو إن قلتي كافي كلمه نشام جيب دعوات قلتي وبشتي هنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتي في مروفي دست خوب سيدات انت خاري بشتي يرحمك الله اما مروکی کشتا کافره نبصرمانه رنگ مشرکه بس اگه چه دست خوب سری دای نخاری او هندک معانیت مازنن دست خوب سری خلکی دا بین نخاری نخلکی لعنت الخلکی بارینه نخلکی جدینی بدر بخن نرفتارت نجانگل خلکی بکن او تویره دا بیتا جهیوره کو کار تکر نکا گلکا مازن العبدالله بن مسعودی بیتا کر و اسلام خوب را گهیتن اوی حش هندك تشتات كرش پیغمبري صلاة وسلام حس كرن عالد پیغمبري بدانيتن وسواك پیغمبري راكتن بو باقش كتن و آوا دست نوشيشنه بو پیغمبري الدست وچاوه تيب كت او نمرو وكي كيما ها انتتا قوتن نين وكي في مرو في زانا هبيت نين آياتك قرآن العرد كي هاد بتخار إلا ويبه زانا بو هين زانا ما بحسي كيت كين أم بحسي عبد الله بن مسعود كين أبي جارك الجارة في غم بعصا سلام بشتي أي كرة فلاني بومن قرآن بخينه ما عجيب قرتي يا رسول الله أس قرآن بوتبخينم وقرآن يا بوتهاتي قلت أبو ما بخينه وديتن چندين آيات تدخينتن إش سورة النساء أفاتخانت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا. عبد الله بن مسعود بيشتن بيش هو مسح كره پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصرنت كش شواتين خاري حسبك بس واختفاته شد بيشتن أبا غازيك أبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو رجدا شوابتن
وقت هاش هر امتك پیغمبرك تتاینان شاهد لسر امتا خو و اي محمد تجي شاهد لسر امتا خو دين درز جهان ديا في واجبها رابو يا لو پیغمبر صلاة بدخل السر بن رند قطين تأخاره اوی مروی جهة كي جالك برزو بلن دف پیغمبری ور گرت صلاة بدخل السر بن وكي جارك جارا ابن مسعود سر دار قصبة قد يابيت بيب كي تيجي بچيك بون قزم بو سر كت سر كت او في جا بلا بيتن بو حيل حيل الصحابة انا جاكن يا مروفي تن مرفت كذا كاني بيكرا كاني پیغمبر صلاة بدخل السر بن او وقتي مجد او وقتي نك وقتي صحبتي وترانية اد بيشتفا مروفا ما تضحكون هم چت كنا كاني هم بيتويت كنا كاني وكيف أسبويك يا مين نفسه مد دستيت ويدا روجا قيامتي بيتويش جاي أحدي جرانترن دف خد تعالى أبي أبركتو بكفتي أبي أبركة بتدرسنا جاوي تدرسنا بجناتا أكورت تاكي ما تيكبت والله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنا يشخرب تقواتر وشخرب باشتر أبا بلا بيتن عبد الله بن مسعودة وصى كده بجنبه يجيه كارتي كرني حالة بن مسعودي حالة كعجيب القل قرآنه أفشوانا بلدس بيكي إيكامين كذبو قرآن تنف مكه دا خاندي هزرا خوب كه الجهة كي حميب جارة كي دجي قرآن بن وطب تشيت عردك دا قرآن بخيني تشيتن دنجي خوب قرآن بلند كتن وأفتي تأيشان دن حتى پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتی ونه که گفتی والله دی ان چواد بجن دعوی که چند دین جرا سراوی یهات یشان دن چونکی یه راستیا کید بیشتن لواجی وقتک ش وقتا پیغمبر گوتی صلوات خو سربن هر کس که بویتن قران تر بخینتن بلا وکی کی بخینتن بلا وکی ابن مسعود بخینتن و او بویا وقتی بسیار هر آتک جتا تکرن دا زاني في آياته كيش وقتي كيش جهي بو چهات يا خاري يعني بويا عالمك قلك نافدار و قلك زيرك ابچه اب قرآن بيروس بس با هر مروفك هبيتن هين زانن چند عالم بيت چند زانا بيت چند شرازا بيتن وقتك كيم و كرت الدنياي هاي رب العالمين يداي بو وظيفاك يدس نشان كري مروف هشيار بيت عمري خو بلاش نبتا أفرو كقصة عبد الله بن مسعود والمبكة بين حال ملقى القرآن تشيا أم قرآن فاتكين أم قرآن تخينين أو آتت حتى متزانين أن رمضان بو رمضان توصيات كبي تسر بلا بيت مصاحفة مو أم قرآن ناخينين هم هم ميتشتاد موبايل خدا فاتكين أم ملف قرآن فاناكين ورن أفرو كا أول ما بكتن إديان برف شباب تشين خاندنا قرآن بابتشين لو عبد الله بن مسعود أوجيك بلا بيتن إن المدينة وفاتت كتن والمقبرة بقيعتي تبشرتن وفدي السأوب يكو عثمان بن عفان نفيش يالسر فيجي كري وفجي جهشت ياخد تعالى بل بدو مهيك كتشاك وبريك اسبي چنكي في مروفي جدل ياخد أخده أفا إيكانش ما تشيب كتن ام جي خوب دينا لاي خودي دا ببجهنا بحشتا هر و هر ام قال كي بوين؟ قال عبد الله بن مسعود بوين؟ يچاو بو افمرو فا؟ بكفتي بو بس قياس الدف رب العالمين يتشيا؟ قياس الدف خودي تعالى؟ تقوايا مروف خوب داتا خودي كز بلا تشجاد اللي خونه هل تبخو فا؟ اگر كيماتيك الدف هبيتا همي وقتك يسحكنا في مروفي چدل فيا دليل قال خودي چند ساخلما دس بيكي ما تقول تفا هندك مروفن طاهر القلب دلي واي باقجة دعاتي خودي دليل باقش بكتا بارما كاك أيوب باريس ديوانة فقهة و اختتنشنا خاري جديات تذهبون تفسير وفقه وقرآن تذهبو نكتاجي تذهبون و آواز خوجي تذهبون تلقى الماء آماده يكني دو ماتش بيش كشكي از دي شهرك احمد نالبنت خينم بله احمد نالبنت احمد نالبنت ايش خدمتك باشا كيري
بله راستی پیوت یعنی هر بود دبیجی بو سردمه میاد گوتین بله امی گلوگاز ندید خلکی بله هی یا ربی معبودم بری ملک زدینینا اولی من او مقصودم دیدی ودا شاه مدینا صلی الله علیه و سلم اخودن فضل وجودم ربی تلما بغفرینا دست ملی دست بی بیت او رحم بو عالم اگر اول دف مهی بی بیت دهر هوا را خوبم خوها گرمم دجمن کی بیت ام قد جنا خون چه خمیم ما محمد بشتفانه صلی الله علیه وسلم چه خازید خود دیدتیم او شفیعی مهمیانه زد اجبو في أمتهم شلا مهل يبجبانا إن شاء الله ديم أبد جنتهم رستاني أم قناه كارين لما عفوا تداخزم عبد خدای غفارین نفسا میا حیل بازم رحمی طول مبارین ملح حضورا خوب دخازو هیوی اون خود تعالی شما هم یا راضی بیتن خود تعالی مش پیغمبری ببار نکت صلوات علی سر بن اگر قدر ما او بیت مل دنیای پیغمبر ندید بیتن صلی الله علیه وسلم هیوی و دخاز و دعایت ما اون خود تعالی روجا قیامتی مجدیت ناوی و شفاعت او ببار نکت آمین والحمد لله رب العالمین